حذر من الأدب ده، دي هتشوفوها هتوزع عليكم عشان ما نعيدش الكلام ده بس مختصر، كلكم هتاخدوا الفلاشة هتنزل على صفحتنا وهتنزل على صفحة النادي، وكل واحد ياخد الفلاشة هيعرف الأسباب بالتفصيل. لكن أنا هنا عشان إيه؟ ما نقولش الكلام الإيه؟ الإخوة وليهم كل احترام في مجلس الإدارة اللي وافقوا على اللعب في قطر، بحترم وجهة نظرهم لأنهم قالوا أسباب، لكن التصويت لا مش هنلعب في قطر. خلاص قرار مجلس الإدارة، إحنا بناخد أصوات. المجلس خد قرار بعدم اللعب في دويلة معادية البلد.